الهلع في صفوف السكان، فالانتشار الواسع لإشاعات غريبة مفادها أن تتابع هذه الهزات ما هي إلا مقدمة لزلزال مدمر سيتلوها مد بحري غذى موجة الذعر بالريف، إشاعات تتناقلها الأفواه ومواقع الأنترنت بعيدا عن أي معطيات علمية. صراحة نعيش في خوف دائم ونقضي ليالي بيضاء خارج مساكننا، خوف يتقاسمه معنا أطفالنا الصغار وشيوخنا المرضى، إنه وضع نفسي لا يحتمل، وأتمنى صادقا ألا يحدث أي سوء. نتمنى ان شاء الله ويتريشا ان شاء الله. وبلغه العلم فالريف منطقه تماس بين الصفائح التكتونيه بالقارتين الاوروبيه والافريقيه، مما ينتج ضغطا يفرغ عبر فوالق صغيره في شكل هزات. الزلزال الرئيس في يناير الماضي شحن الفوالق باجهاد تكتوني اضافي يفرغ حاليا عبر هزات متوسطه. لكن هذا لا يخرج عن نطاق عن كونها زلازل ارتداديه، سوف لن تصل ان شاء الله الى تلك القوه كزلزال رئيسي يعني 6 فما فوق، وبالتالي فلا خوف يعني من زلازل اقوى ومن دمار لا قدر الله محتمل. الحركات الزلزالية في مختلف مناطق العالم عادة ما تصاحبها إشاعات يتناقلها الناس عبر وسائل التواصل الحديثة من قبيل احتمال وقوع مد بحري جارف أو تسونامي، إشاعة لا تستند إلى أي أساس علمي. طبيعة الفوالق الموجودة في المنطقة التي يحدث فيها الزلازل هي فوالق ذات حركة أفقية، وبالتالي لا يمكن أن ينتج عنها موجات تسونامي، وإن نتجت عنها بعض الحركات فغالبا ما تكون يعني لا تتعدى بضع العشرات من السنتيمترات، وبالتالي لا يمكن يعني الإنسان العادي أن يلاحظ هذه الموجة. وبخصوص ما يتداول على الشبكة العنكبوتية من احتمال ثوران بركان خامد برأس الطرف القريب من سواحل الريف، فالمعطيات العلمية تؤكد أن هذا البركان خامد ولا وجود لدليل علمي بإمكانية انبعاث نشاطه من جديد.